زي ما انت عايز. يعني الفيسبوك والتويتر والحاجات دي اللي تم اختراعها وادوها لنا كده اهو لخير البشرية، لخير البشرية، انك تعرفي معلومات، انك تبقي مش عارفة حاجة معينة تروحي دايسة زرار تجيلك، يعني عشان تعرفي المعلومات الصحيحة مش الغير الصحيحة او المعلومات المفترى عليكي فيها. ايه هدفهم يعني؟ ليه عايزين ينكدوا عليكي او عليا او على بتبقى حابة تقرف ناس يا ترى هنكد على مين النهاردة؟ مين دول؟ تيجي يعني طيارات بعينها ولا ممكن تعتبريها اجندات، ممكن تعتبريها طيارات، ممكن تعتبريها كاركتر اساسينيشن، يعني في ناس بتختال شخصيتك. زمان زمان كانوا بيبقوا منافسين مش صح. بالضرورة او يعني لكن دلوقتي يعني انا مثلا عندي ناس عمري ما شفته اسمهم اليسروية جروب. ايه اليسروية جروب ده؟ عمري ما شفتهم ولا عمري اعرف هم مين، لكن انا معاهم على الموبايل الغلبان بتاعي لا بطلع معاهم على الفيسبوك ولا حاجه، بس اي حد بيجي يشتم فيا بتلاقي اليسروية جروب دولت بيتصدوا له تصدي غير طبيعي. هم عارفين هم عارفين، لكن هتلاقيه ايه مش بس في مصر، مصر والمغرب وتونس والجزائر كل دولت اليسروية جروب الآن من